ممكن ناخد الجوكر، ايه رايكم؟ ناخد الجوكر. ناخد الجوكر دلوقتي؟ ندوس على الباز. تاريخ وسول. تم توقيع معاهدة راستت بإحدى الدول الأوروبية عام 1714، فما هي؟ معاهدة سلام بين الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملك فرنسا لويس الرابع عشر لوقف حرب الخلافة الإسبانية اللي ابتدت 1701 وانتهت بتقسيم مناطق الحكم بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة. أنهي دولة؟ إيطاليا. سلمى، إجابة خاطئة. أخذ إجابة من عيلة مسيحة حالاً. دكتور فيكتور. إنجلترا. إنجلترا، إجابة خاطئة. 50-50. طبعاً 50-50، طبيعي جداً. زائد 20 أو ناقص 10. ألمانيا، هولندا. ثانيتين. سلمى. ألمانيا. ألمانيا بعشرين نقطة أو بناقص 10 نقط. دكتور شامل موافق؟ أه. هو اللي بيعمل بط. أه. مقدرش أعترض. إجابة صحيحة. يا دكتور شامل، هي فعلا ألمانيا. برافو عليك يا سلمى، كانت هتبقى مشكلة. العشرين نقطة دول لو طاروا، 20 عيلة فراج، 30 عيلة مسيحة.